لله من أسمائه تسعون وتسعة من بعدها يتلون جزاء محصيها دخول الجنة كما رواه في صحيح السنة. السلام عليكم، أنا مدرسة الخياطة، عنا الأخوات عم يتعلموا الخياطة والأعمال اليدوية في هذا المركز، الحمد لله عم يستفيدوا، ونشكر الدعم الذين أتاحوا لنا هذه الفرصة. الكثير من الأخوات يتعلموا الخياطة لأن بتساعدهم على حياتهم المستقبلية. سؤلنا الغفران أول آخر أحط بالزمان ظاهر باطن أحط بالمكان. أنا اسمي هدى، عمري 15 سنة، صار لي جهاد المركز سنة، بحضر هون دورات الخياطة وبحب هاي المهنة كتير، عندي أصدقاء كتير بالمركز، بحب أشكر القائمين على هذا المشروع لأنه أتاحوا لنا هاي الفرصة وجزاهم الله كل خير. أنت المليك مالك وملك وإنني الفقير لا أمتلك، أنت القدير قادر مقتدر وإنني الضعيف لا أنتصر. أنا اسمي هبة، أنا بحب المركز كتير وأنا بتعلم فيه مهارات الخياطة وهذا الشيء مفيد لنا كتير بحياتنا المستقبلية، وبشكر الداعمين على هذا المشروع لأنهم وفروا لنا المواد وساعدونا كتير. أنت الشكور الشاكر الغفار، أنت الغفور القاهر القهار، أنت الحكيم الحكم المولى الولي والواحد الآحد في شبه جليل.